عليكم كل شيء مزيان. اهلا وسهلا بكم في قناه كل شيء سهل مع مينا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغداء ديال ولادي، تابعوا معايا حتى الاخير. المهم عندي هنايا هذا زلافه ديال الرز، ها هو مغسول غسلته مزيان، وعندي هذه زلافه ديال الجلبانه. المهم تابعوا معايا وغادي عاد نديروا المقادير الاخرين. عندي هنايا شويه ديال الماء، ها هو تقريبا غادي يغلي، غنديروا فيه شويه ديال الزيت بحال هكا، نحاولوا نكثروا الزيت باش الرز ما يجيناش معجن. المهم غادي يغلي. المهم عندي هنايا الماء، ها هو يغلي، غادي ندير فيه شويه الملحه والجلبانه تنسلق، ها هي نخليوها على هذا الجانب. عندي هنايا الرز، ها هو غادي يغلي، ها هو تقريبا غلا. غنديرو الرز ديالنا، هانتوما تشوفو الماء راه قليل، يعني ما درتلوش الماء عامر فوقه، ها غير شويه. غنوريكم الطريقه. هذا الرز كتقدروا ديروا به حتى السفه، غادي من في الاخر منين يكمل منين يوجد غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي يجي، ما يجي لا معجل لا والو. هذا انا كندير هذه الطريقه، كنستعمل بها الرز مسكر، الرز صفار، الرز المهم غادي يبقى هكا، غادي حتى يتبخ ويعاود غادي نرجع معكم الطريقه. خش يكون فيه الماء، غتبقاو تحركوه هكذا كل شويه تحركوه باش ما يلصقش هكذا. ملي ينشف من الماء كامل، وبطبيعه الحال غادي ينشف من الماء وهو عاد خضر ما غاديش يكون طايب. غنوريكم الطريقه كيفاش باش يجيكم ديروا به السفه وديروا اي حاجه، سلطات الحاجه اللي بغيت. كيجا طبيعه الحال راه عاد خضر، غادي نجمعوه هكذا مزيان. نشدو هذا الورق ديال الفران، غديروا له هكذا، بلعوا عليه وغتغلقوا هكذا، وغادي تنقصوا النار حتى الاخر ديال النار، حتى تبقى ما كانش ما نقص من هذيك اخر نيميرو ديال العافيه. وغتخليوه واحد 10 دقائق، وغادي من غادي نستناه 10 دقائق وغادي نوريكم النتيجه. والجلبان ديالنا ها هو كيطيب تسلق، غادي نوليو النتيجه النهائيه. ها هو طاب، غادي نشوفوا الطريقه كي جا. ها هو هاش شتو الرز كي جا فور ما معجن ما والو. ها هو المهم غادي نحيدو باش نديرو القدر اللي بغينا، القدر اللي عاود بقى نديرو به السفه ولا نديرو به الساكوك مع اللبن، كيجي زوين. شتو كي جا داير الرز ما ملصق مع بعدو ما والو. ها عاد مازال ملي نزيدو له الزيت في الطريقه ديال التحضير ارجع معكم للطريقه كيفاش نصاوبوه. جوج ديال البيضات، غادي عاد نزيد جوج اخرين باش نديرو طورطيه فرنسيسه. الزيت هي سخونه، هاني غنديريو على حساب وحده باش ما تجيش غليظه، غنطيبوها نحطوها وغادي نديرو وحده بوحده. ها هي
التورتيه ديالنا ها هي طابت، تكون بهذا الشكل. غادي نتبعوا بهذه الطريقه البيض حسب الرغبه نتاعكم، اللي يعجبو البيض بزاف يدير ربعه خمسه ثلاثه، كلها كلها على حساب الدراري كيعجبهم تجي تجي يجي فيها البيض كثير كتجي لذيذه اكثر، واللي عاود ما ياكلش البيض بزاف يقدر ما يديرش ولا كلها. المهم هذاك الشيء اختياري، هو البيض ضروري ديروه بصح شحال ديروا فيها من وحده ما نقولكمش انايا شحال، لحقاش هذاك الشيء كيكون اختياري. ديالنا ها هما تورتيات فرانسيسات، غادي نشدوهم نقطعوهم بحال هكذا، ها هما قاق على حساب الجلبان والمايس بحال هكا، ديرو لهم هكا مهم. غادي تتابعوا بهذه الطريقه، غادي نكملهم. المهم هاني وريت لكم كيفاش، المهم غادي نكمل كل شيء ونرجع معكم باش كيفاش غادي نخلطوهم. غيجي زوين هائل، الدراري يبغيوه، فيه فيه الفيتامينات وفيه بزاف ديال الحوايج. المهم غادي نكملهم وغداو هي الطريقه ديالنا. المهم الرز عندي ها نتوما تشوفوه، هاد الطبسي كبير ها هو، غنديروه هنايا راه عاد سخون، ها هو نحاولوا هكا نفتوه، ها شوفوا كي جا داير. غنزيدو هنايا واحد الحك ديال الذره اللي ديال المايز، غادي نزيدو هاد الزلافه ديال الجلبان اللي راني سلقته، والتورتيه فرانسيسا ديال البيض اللي مقطعه على هاد الشكل ها هو شفتوه، ها هو ها. غنزيدو هنا، غادي نزيدو زيت الزيتون، الزيتون غير ديرو راه مزيانه للدراري وكيجي بها عاد احسن، شحال ما درتو الزيت كيجي زوين، يجي بنين ويجي يجيهم زيت الزيتون راه مزيانه للدراري. ها هي وغيبقاو نخلطو هاك هكا. هذا هاد الاكله اسبانيوله اللي كنت نديرها في الخدمه، تعرفوا شحال كانوا ياكلوا بها الناس، شحال نسربي بها. هذه السميه ديالها بالاسبانيوليه الروز انتريس ديليسيا، الروز انتريس ديليسيا، بالعربيه يعني قلت لكم الروز مع المايز مع الجلبانات، تورتيه فرانسيسه مقطعه، وهذه تجي فيها جومبو جومبو ولا الكاشير حتى هو مقطع صغير بحال التورتيه فرانسيسه. انا اليوم ما موجود عندي لا جومبو لا كاشير، راني درتها لهم هكذا وكتعجبهم ولادي بزاف، يعني ما كيبغيو ياكلوا حتى حاجه يعجبهم هاد الحوايج الناشفين. المهم الطريقه ها هي جات بحال هاد الشكل، كتجي هائله تعجب الكبار والصغار. غادي نزيد نوجد بقيه ديال الغداء وغادي نرجع معكم للتقديم ديال الغداء. فيلي ديال الدجاج ها هو عندي هنايا، فيه البزار الحمار، الزعتر، الخرقوم، سكينجبير، شويه الزعتر، غادي نخلطوه مزيان، الملحه نخلطوه مزيان بحال هكا حتى يتشرب، ما بغيتش ندير فيه الزيت باش ما يبقاش يزهق لي منين نكون صايب. ايه مهم ها هو بحال هكا، نحيدو على واحد الجانب. عندنا بيضه مدربه بشويه الزعتر والفلفل الاحمر، ها هي الجانب حطوها. عندنا ها هو فيليتي ديال الدجاج، غنديرو فيه الفرماج هكا، وغادي نبقاو نديرو له هكذا. ها هو نزيدو معاكم واحد اخر، ها هو الفرماج هكذا. يروح الخبز ها هو، ديما كنقول لكم انا الخبز وانتم قولوا له كيما بغيتوا. من بعد نعاود نحطوه في البيض، ها هو ندير معكم جوج انتم تكملوا
هما المهم انا غير نوريكم غير الطريقه. ها هو غنوليو نقطعوه هكا، يجي بحال الشكل ديال السوشي هكذا كيجي، يجي زوين. ها هو انا درت له طحين تاع الخبز وزدت له عاده هذا باش يشد راسو باش نقدر نتحكم فيه، ومن بعد نعاودو نوليو نردوه في البيض عاود باش تقدروا نتحكموا فيه في المقلاة. ها هو بحال الطريقه. راكم عارفين الدراري لما درت لهمش هكا ما بنادم ما بقاش يذوق لهم، ما يبغيوش ياكلوا. هكا نوليو نردوه في البيض ديالنا. ها هو كامل، عاد نوليو ندوزو ديالنا هي سخونه. ها هو ضروري نخدم يدي باش نقدر نتحكم فيه هكذا. ها هو دويا يطيب. هاهو دغيا بغيا يتحمر، ومع مقطع رقيوك شحال ما قدرتو ترقو كيكون افضل باش الشرائح ديال الدجاج طيب لنا من الداخل، وفيه الزعتر فيه العطور كاملين، فيه الحار، فيه يجي زوين ومفيد للدراري وكيعجب الدراري بزاف. راكم عارفين هاد الوقت الدراري لا حول ولا قوه الا بالله، ما كانش هاد الشيء ما يبغيوش ياكلوا. الحاجه اللي درتها ما ديريها ما كيبغيو ياكلوها، وتكون النار ناقصه باش تدخل له الطياب مزيان يذوب الفرماج ديالو. وغادي نحيدوه هكذا واحد الورقه ديال الكوزينه باش يشرب الزيت. هو اصلا مع البيض من الفوق البيض كيشد الزيت ما كتدخلش لدا. المهم غادي نتبعوا بهذه الطريقه ونرجع معكم التقديم ديال باش نرجعوا للطريقه التقديم. غادي نجيبوا واحد الزلافه هكا ندهنوها بزيت الزيتون بحال هكا باش القالب ما يخسرناش. غادي نعمروا الزلافه ديالنا هكذا. غنبقاو نقادو فيها بهاد الملاقة نصفع الحريشات هكا مزيان. نشدو الطريس ديالنا هكا الطبيسي ديالنا. ها هو وجد غدا ديال الدراري. ها الرز كيفاش شفتو، راكم شفتو الطريقه. وهذه الطريقه ديال بحال دجاج ودرتو على شكل سوشي. مهم باش يفوتوه شويه نتاع هنا شويه ديال الكيتشو، هنا شويه ديال المستاصة، وهنا شويه ديال الطوماطي فريتو ياكل هادو يعجبوهم كاملين. والرز ديالنا ها هو. والمهم نتمنوا باش تعوم الفائده، نتمنوا باش تكونوا استفدتوا باش تنوعوا لوليداتكم، وخاصه في هذا الحجر الوليدات راهم ساكن عليهم واحد الضغط. بعد على الاقل تنوعوا لهم ماكله يتلفوا فيها ويفرحوا. المهم هذا الشيء اللي درناه اليوم هو هذا، نكتفيوا بهذا القدر. نتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده.
نتمنى باش تشجعونا باش دائما تشوفوا معنا الجديد مع قناة كلشي ساهل مع مينا، ولا كلشي طودوس فاسيل كون مينا. نخليكم في امان الله وحفظه، راكم عزاز عليا، وما تنسوش اللايك.